يعود قطاع السياحة في لبنان إلى الازدهار مرة أخرى بعد الاستقرار السياسي النسبي الذي شهدته البلاد مع انتهاء الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ويتوقع أن يستقبل لبنان زهاء مليوني زائر بحلول نهاية العام الحالي. لا يختلف اثنان على أن لبنان بلد جميل يتمتع بمناظر أخاذة كالشواطئ والجبال والمعالم السياحية الساحرة واعتدال الطقس. هذه العوامل جعلت منه قبلة للسياح العربي من الخليج خاصة، فضلا عن الأوروبيين وحتى اللبنانيين أنفسهم من المغتربين. سياحة شوف الأهل، يعني هذا اللي بنعمله بعد كل سنة، بيجي بنروح على البحر وبنشوف الأهل وبنرجع. وخلافا للأعوام السابقة التي تراجعت فيها حركة السياحة بسبب عدم الاستقرار السياسي وأعمال العنف، يتوقع مسؤولو السياحة في البلاد أن يستقبل لبنان زهاء مليوني زائر من أنحاء العالم بحلول نهاية العام الجاري، ما يعني انتعاشا كبيرا لقطاع السياحة الذي يمثل مصدرا رئيسا لدخل البلاد. الارقام نحن اللي عم نقولها مش في عم بيصير في سوء فهم لها او سوء تفسير. نحن ما عم نقول بده يجينا مليونين سائح بالصيف، لا، نحن ما فينا نستوعب كلبنان مليونين سائح يجوا على دفعه شهرين. نحن عم نقول حتى نهايه العام 2009 بدنا، نحن توقعاتنا من اول السنه بنقول بدنا نوصل للرقم مليونين. ليش؟ لانه السنه الماضيه كنا بالمليون و300، ولكن السنه الماضيه لحديت شهر ايار لا ما كان عندنا سياحه، بالعكس كان عندنا اضطرابات وكان عندنا مشاكل. واستقبل لبنان خلال شهر مايو ايار وحده اكثر من 135 الف زائر، نصفهم من الدول العربيه، كما شهد زيادة قدرها 126% في عدد الركاب القادمين مقارنة بالمدة ذاتها العام الماضي. والله احنا سياحة جايين نتفرج على لبنان، أول مرة جايين. والله الكل حمدوا فيها، يعني شجعونا إنه كلها حلوة، جوها وناسها وكل شيء فيها حلو. جاي من الإمارات، جايين هنا للسياحة نشوف لبنان، وسمعنا إنه لبنان حلوة وفيها أشياء حلوة وهاي، جايين نتونس. ويشهد لبنان حاليا استقرارا سياسيا نسبيا بعد أن مرت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في وقت سابق من الشهر الجاري بسلام. البارومتر تبع السياحة عندنا بلبنان هي الأمور السياسية، يعني أعطينا وضع سياسي ووضع أمني مستقر وخدي نمو بالسياحة، لأنه سياحة وعدم استقرار وسياحة ومشاكل ومتفجرات وبعرف شو وأصلا ما بيمشوا مع بعضهم. نقابة أصحاب وكالات السياحة والسفر تقول إن شركات السياحة اللبنانية البالغ عددها 500 شركة حققت إيرادات بلغت 580 مليون دولار للعام الماضي، ويضم قطاع السياحة اللبناني آلاف العاملين الدائمين والموسميين.